FM. الكل مليك كله سياح هو سياح كي جي ما حتى كسوة ثم نعرف أنا وصلتي حتى برشا مرات أنا توانسة ما يعرفوش لأن هو الحد الفاصل بين بوفيشة والحمامات هو بالنسبة لي هو عنده منطقة سياحية كاملة كما تزيد ذكر سي الفاضل من المنطلق هذايا وحتى نزيد ممكن سي الفاضل ذكر قال أنه سيد ولي سوسة المال فات دعا بلديات أنا نقول لك بالحق توا واتصلوا بينا بلديات اللي هما كيما أكود أو كيما حمام سوسة اللي هما تقريبا متشابهين معنا عندهم مرجع نظر منطقة سياحية مشتركة بلدية سوسة حمام سوسة اللي هما بداوا يحذوا حذونا وياخذوا في المعلومات وكيفاش خدمنا وكيفاش حذرنا معناتها الفكرة بدات توصل الفكرة بدات تاخذ والله يتصلوا بينا حتى كنت تابع مين نتاع بلدية هذوما ورئيس أنا متخصصية يتصلوا بيا شخصيا وحبوا ياخذوا الخطوط العامة كيفاش خدمنا كيفاش نجمنا وتكون عملية أسهل في نفس الولاية بما أنه فما مرقة مصاريف بركة وفما إدارة متعبة مش كيما مش كيما احنا ممكن أصعب وهنا بلورناه وحطينا على أرض الواقع كما قلت أنت هو السوسين تاعنا الكل والهدف تاعنا الكل بالنسبة لزوز بلديات أنه تكون منطقة سياحية كاملة نظيفة السائح كي يتجول ويتنقل في أرجاء المنطقة الكل يلقى منطقة فيها مقومات متاع المنطقة السياحية الكل مليك